منورانا في مصر اليوم، الف مبروك على الفيلم. الله يبارك فيكي، ميرسي. كلميني بقى عن دورك فيه. انا بعمل دور زوبعه، دور ما عملتوش يعني قبل كده خالص، حاجه جديده. اظن انتم متعودين على زينه بقى الحياط وبراءه وكده، بس هي طلع بصي ما يعني مش هقول شريره، ممكن نقول لمده، ما تزعلوش منها، هي غلبانه. بس بجد حبيت الدور ده جدا جدا جدا. في الاول كنت متوتره شويه، بس بعد شويه بريب وقعدت مع الاستاذ تامر مهدي، ويعني الحمد لله الموضوع عدى، وان شاء الله يعجبكم. برضه من ضمن الاطفال اللي عايشين في الملجأ وكده. ايوه بالظبط. حسيت ان الفنانه ماجده زكي طالعه شريره وبتاخد حاجات وبتديك، حسيت ان هي شبه الكتعه شويه. انت ما حسيت ان هي ايه شبه الكتعة شويه اللي كانت في الفيلم بتاع؟ لا دي خبر، دي ماجده زكي كانت يعني درجه ان هي كانت بتجيب لنا، وبقول كده لكل الناس، كانت بتجيب لنا رز بلبن وكراميل وتدلعنا وتقعد تهزر معانا وتقعد تتكلم وتقول طب انت عايزه تعملي ايه في المذاكره وفي الجامعه ومش عارفه ايه. بجد من اطيب الناس اللي اشتغلت معاها، حبيت الشغل معاها جدا جدا جدا، وكل الناس ممكن بجد هتقول نفس الحكايه. سمعكي بتغني في اخر سؤال، سمعكي بتغني في القناه اللي قبلي، فيعني قولي لنا بقى حاجه. بس يا خبر، اغني ايه؟ اختاري اي حاجه لو عايزه، حتى اغنيه من الفيلم او كده. اغنيه من الفيلم عايزه اخليها سربرايز، مش عايزه اغني من الفيلم عشان عايزه اخليها مفاجاه. لا بقى خلاص يا جماعه، دلوقتي تقيل تاني، مش لازم غنى، مش لازم غنى. خلاص ميرسي، ربنا يخليك، ميرسي.